بصباح 5 تموز سنة 76 تفاجأنا بمعركة بهجوم كاسح على شكا على جميع المحاور. يعني كان عندنا دقة بمعرفتنا بجميع المراكز تبعينا، كل مركز كان تعرض لهجوم كاسح بمدفعية وأسلحة تقيلة، حتى توصلوا انه يفوتوا يخترقوا كذا مطرح كذا مطرح بالطيارة. يعني وصلوا على شكا العتيقة، وصلوا على منطقة البحر يعني نسميها على الميناء بأعداد كبيرة. إلا نحن جميع المعطلين بالطيارة كانوا من أشرس المعطلين، دافعوا قد ما فيهم، وقفوا على مطرح. يعني بأول وهلة كنا متفاجئين، بعدين لما عملنا الصدمة الشوك رجعنا نحن وقفنا هالمطرح اللي لازم يضلوا، وبلشت المقاومة بجميع النتائج اللي كانت متوفرة لدينا. والأهالي هون الأهالي تلعب دور كبير، هنا كانوا بهلع كنا عم نهتم فيهم، كانوا بهلع كبير، وفي منهم كانوا عم بيشجعوا بيعيطوا وين الرجال هلا وقتها، في منهم كانوا عم يقولوا وين بدنا نروح. كانوا كليتهم اتجاههم كلهم على الشركات، كان في عندهم سراديب كذا يروحوا، قال لهم يا عمي ليش رايحين لهنيك، خليك هون يقولوا هنيك اعمل. نحن اهتمينا، في ناس اهتمت بالاهالي، ونحن كفينا الصمود بجميع المحاور وقفنا. يعني من شكا العتيقة وقفوا مطرحهم بالسوق، الشباب ردوهم من جميع مشان ما يصالوا على المركز الاساسي اللي كان هو فيه الاتصال مع الخارج، لانه هون كانت مشكلتنا ما كان في اتصال مع الخارج الا بالمدرسه مركز الكتائب بقلب مدرسه الرهبان. طلعنا على الحاله يوم لما بلش الشيخ امير اتصل فينا وقال نحن على هجوم، نحن عم نعمل هجوم معاكس، خليكم صامدين قد فيكم، كان على اتصال فينا دائما. قالوا لنا انه بلشنا من الكوره وبلشوا الشباب فايتين على حمات، نحن اخيرا اخذنا معلومات، وبلشنا بطريقه شرسه كثير دافع ونحرر المناطق اللي الشباب فيها او نقرب شوي لمطرح في الاعداء. كانوا باعداد كبيره فايتوا على الضيعه، وبس بلشوا عرفوا اني اكيد عرفوا في هجوم رجعوا، اكيد صاروا يرجعوا لورا ما كان يعني، والتهيوا اكيد بالسرقات بقلب الضيعه. ب 4 تموز 1976 تقرر يصير في هجوم من جيش لبنان العربي والحركه الوطنيه، اكيد مع الاحزاب اليساريه والوطنيه، والحركه الوطنيه معهم يعني الاحزاب اليساريه والقوى الاسلاميه، يصير في هجوم على شكه بمنطقه الشمال كرمال يخفوا الضغط عن مخيم تل الزعتر يلي كان عم يتعرض للهجوم ولا عملية تحرير قامت فيها قوى الجبهة اللبنانية بوقتها. فتقرر يصير في هجوم، وصار الهجوم بري وبحري. بحري عبر الباخرة العسكرية سور، صار في هجوم عليها كثير، هجوم على شكة وقصف عشوائي بشكل مو طبيعي. هذا الهجوم طوق شكة من كل الميلات وعمل فيهم مجازر بأهل شكة، مجازر كثير بشعة كانت بوقتها. بتقرر هون، وهون في شغلة العالم يمكن ما كثير بتعرفها أو بتغافلوا عنها ما بعرف، إنه بهذا النهار بتقرر مدفعية المردة بصغيرته تقصف جرد تودي قذايف على شكة بطريقة معينة يعني، وقصفوا وقت شكه ونصابوا وقت تجمعات عسكريه، وهيدي هذا القصف الكثيف يلي صار بعد ما تاكدوا انه وصلت القذايف على شكه. وبالمقابل تقرر صار في اجتماع كبير وقتها بين العيال، عيال بشري يلي كان عندها لواء المقدمين ولواء قضيشه مع لواء المرضى صغيرتي ومتشكل من العيال صغيرتها كلهم، يصير في عمليه كبيره لتحرير الكوره يلي اخذت 4-5 ايام تقريبا، وتحررت الكوره نهائيا من الغرباء يلي كانوا موجودين فيهم،
بعدين من بعد ما تحررت وتنطفت نهائيا وشكت نطفت نهائيا كمان ومن بعد ما فكت عليها الأحزاب بيصير في مثل ما بيقولوا إعادة موضوع للمعارك كلها بلبنان. معركة شكة كنا بالإياد ببيروت بالسوكوماكس بيجينا البلقيات تباعا أنه في هجوم من طرابلس باتجاه منطقة البترون شكة التونيل جبل الشقعة دار سيدة النورية حماد رأسا نحن أنا بتصل بالشيخ بشير بيقول لي رأسا بشوف قوة تتوجه على هونيكي لنشوف شو بدنا نجمع ونلحقها. طلعت أنا ورايح على أمين جميل. أمين جميل كان مجمعين عناصر مشان معركة تل الزعتر. أخذناهم ورحنا وصلنا على كسروان. كان سامي خويري كمان مجمع مئات بكسروان. كمان أخذناهم ومشينا. رحنا وصلنا على بالطريق ونتصل بالبترون بيقولولنا إدمون صهيون مع مجموعة كفر عبيدة عن يعملوا الكونتر أوفنسيف عن يوقفون ويتوجهوا على المعركة وقسم من منطقة شبير عن طلعوا من ميلة وجه الحجر حماد إلى أن وصلنا لهونيك نحن وانتشرنا. صار في انتشار وصار في معركة قاسية كتير كتير كتير. أول خطوة إنهم يشكوا أول خطوة بلشوا هن يتراجعوا ونحن كملنا ساعتها على أميون على بشم الزين على كفر حزير كل الكرة نظفناها وصلنا على الألمون. صار في لقاء ما بين خوري والشيخ أنه ما منكمل على طرابلس علما أنه هذيك كانوا صاروا مفككين وهذا كان فينا نكمل على طرابلس وعلى ساحة التل بطرابلس. وقفنا وقت طلب بشير جميل نوقف هون. عرفنا بعدين أنه بطلب من رئيس فرنجي طلب من الشيخ بشير أنه نوقف المعركة هون ووقفنا. هي شكة حدثت بتاريخ 5 تموز 1976 ولحسن الظروف انه انا كنت جاهز اكثر من حسن الظروف. انا بعتبر انه في عناية الهية خلتنا نكون جاهزين بهذا التاريخ بناء لطلب من رئيس اقليم المتن كان الشيخ امين بفترته بده ينهي تل الزعتر. قال لي شو في عنا قوة تنجمع من عندك كسروان. اتفقنا انه بخمس الشهر قادرين يكون جاهزين للتوجه صوب تل الزعتر. حضرتها من جمعة بنداءات للفرق الموجودة عندي لانه جغرافيا بعيدة عن بعضها. كان التجمع بلش بخمس الشهر بصباح خمس الشهر بزوم كايل يلي مقر في قيادة كسروان. وفوجئت بوصول أحد شباب كفر عبيدة عم بيطلب النجدة. شو في اسمه جورج سلوم. قال لي وصلوا على النورية وسقطت شكة. هلا كان قدامي خيارين أكيد لغيت خياطة اللي زعتها. اتصلت بالمتن إنه نحنا بدنا نروح على الشمال. صار في القصة كتير بتطورة وهيدا خلاني انه اتوجه صوب شمال. شيخ امين كمان رفقني لهونيك وكان الاجتماع صار بتنسيق مع كفر عبيدة مع قيادة البترون اللي كانت موجودة. وكان المحور وقت اللي اتفقوا على ثلاث محاور بين اميون وقوات صغيرة المردة ونحن الكتائب اخذنا خط يلي هو شكة الساحلي يلي هو منطقة حماد. هيدي المعركة كانت فيها شغلتين تميزوا. تنسيق كل القوى المسيحية مع بعضها مردة كتائب وبشري مقدمين تبع بشري والقوى المسيحية يلي كانت معها كمان أحرار وحراس أرز قدروا صدوا الهجوم يلي صار ضد المعتدين على شكة وقدرنا طردناهم من كل المنطقة حتى يعني بما فيهم الكورة بما فيهم المناطق المحيطة بشكة. هيدي المعركة باعتبرها هي رمز وحدة القوى المسيحية بشمال.
ما سمعتوا هالسرد عن هالمعركة الاستراتيجية الرائعة يلي صارت بشكا، في نقطة ما تضوى عليها كفاية وما نعطالوا حقهم لهالأبطال المجانين أو المجانين الأبطال، مجانين كفرابيدا وكان معه واحد أو اثنين من برات كفرابيدا بإيادة الموصهيون يلي من وجه له تحية هو بإستراليا، هول هني الأساس بهالمعركة، هني اللي كانوا بداية لتغيير وجه هذه المعركة، هول المجانين يلي طلعوا هالجبل المجانين الأبطال وغيروا هذه وجه هذه المعركة، لابد ما ننحني قدامهم وقدام كل شهداء اللي راحوا بمعركة شكا. هالمعركة بتذكرني بمعركة تانية صارت بالتاريخ يلي هي تسمى بمعركة الفدار ومحلات بسموها معركة المدفوع، حيث المماليك قرروا انه يلقنوا الموارنة والمسيحية دنس، ممنوع يكون عندهم استقلالهم، ممنوع تكون عندهم حريتهم، وفي نمط عيش بدهم يغيروه. هيدا المسج وصلت انه يبعثوا المماليك 100,000 عسكري، 30,000 من الجنوب و 70,000 من الشمال ليهجموا على هالمنطقة المسيحية ويوصلوا للنتيجة اللي هن بدهم اياها. هون الموالي بخططوا لها بطريقة ذكية، بينزلوا تقريبا من كل المناطق، بينزلوا من منطقة الزاوية، بيمن أهدن وزغلتها وهالمنطقة كلها سوا والحدث جبة، بينزلوا من الجبال من نشبش ومن المحلات، بينزلوا من كسروان، بيجوا من باتون، بيجوا من المتن، بيجوا من الشمال كله سوا، وبيعملوا ثلاث كماشات، كماشة بالفدار، وحدة بالجبال، وحدة على المدفون، وبينتروا تيجوا، بيوصل هجوم الجنوب بالأول، بتصير معركة كتير قاسية، وبيوصل بعد منه معركة الشمال على الجبال، وبيصير بالجبال في حيلة بيعملوها جبالية، بينسحبوا من الجبال بالشخطير، بيفكروا هوليك انه انسحبوا، بيفوتوا على الجبال تيسرقوا ويقتلوا ويسكروا، ساعة 4 الصبح الجبالية بيرجعوا على الجبال وتقريبا بيقتلوا كل اللي كانوا هونيك مماليك، واذا الهجوم من الشمال بيفشل بالجبال، الهجوم من الجنوب بيفشل بالفدار والمدفون، وهذه المعركة شبيهة بمعركة شكا يلي بتدل وقت المسيحية بيتفقوا شو ممكن يعملوا وشو ممكن يغيروا. بكل الهجومات يلي صارت والحروب تبعنا، العدد تبع اللي كانوا هاجمين عليا والأعداء كانوا كتير أكتر منا، مثل ما المماليك كانوا 100,000 ل 30,000، كمان بشكا كان زيت الشيء، بشكا 12 واحد أو 14 واحد اللي غيروا المعركة، وبالفدار هالذكر اللي استعملوه المواردة والمسيحيين. وأي وقت نحن بنجتمع نقدر نغير مسار هالتاريخ ونحافظ على لبنان مساحة حريتنا، ندافع عن الكرسي البطريركي وندافع عن هذا الجبل يلي نحن ربينا وعشنا فيه وعن نمط عيشنا.